Yo, what's up, luisteraars? Het is Pelk. Ik wacht het zwart voor de video. Ik kom lastig bij Conmol 7. Ik zal ons laten de video gaan. Ik moet er ook wel een keer mee stoppen. Maar niet zo relatief hier ons. Bin Legener. We hebben de Legener. We hebben de Mokmila. Ze gede eeuw. Kiet Samuel of de Gamol. Of moet de zetten. Chef, had dan Shalak aan Tarakol. We gaan zoveel vark binnen. Zo moest ik nu wel lezen. Zo wil ik ons allemaal raken. Het verras van je. Ik heb het zelfs zo'n genie. Ik wil ik ons allemaal raken. Het zoeken. Maar ik heb het zelfs zo'n suik. Maar eigenlijk kan het heel goed. Bezef die video. Ik ga die zoeken. Bezef en ik. تزيد في هذه الرياضة هذه وتزيد تستافد وتعرف بزاف ديال الحوايج اللي مجهولين على هذه الرياضة هذه وما عليكش تمشي عندي سوق انستغرام حيت تما كنحط لي غوبا ديالي شنو هو اللي كيكون في لونتخيمون بعض المرات كنكون مع الدراري كنضحكو ونشطو كاملين كنهضر مع الدراري كاملين صحابي كاملين تاعي اللي داير لي ابوني سوغ يوتيوب كلكم خوتي كلكم بحال بحال كلهم كنجاوبهم كنطلع هو اليوتيوب الوحيد اللي كنجاوب كاع كنجاوب كاع لي ميساج اللي كيوصلوني اي واحد كيصيفط لي ميساج كنجاوبو اي واحد كيسول على شي حاجة كنجاوبو عليها يلا نبداو الفيديو نروح للمكملات الغذائيه شنو المكمل الغذائي المكمل الغذائي هو واحد الحاجه اللي كتعاونك في الماكله ديالك بحيث انك كتكون ما كتقدرش تلبي الحاجيات ديالك غير من الماكله ما كتكونش تقدر تلبي الحاجيات ديالك من الماكله يعني كتضطر انك تشري هذا المكمل الغذائي اللي كيخليك انك تعاون باش انك توفر الحاجيات ديالك في النهار كامل من الماكله صافي غادي نبداو كاين المكملات الغذائيه جوج الانواع كاين لي جينر وكاين لي بروتين البروتين كيتميز بالحشوة ديالو على البروتين بوحدو كيكون مع بي سي ا ا غلوتامين على حسب البرودوي شنو فيه ولا كاينر كيتميز بالحشوة ديالو على نسبة كمية نسبة كبيرة من الكربوهيدرات وكذلك بالحشوة ديالو على نسبة كبيرة من البروتينات دويت على البروتين بشحال هادي دابا غندوي على الكاينر نشوفو الفرق بين واحد جوج ديال لي كاينر اللي دايرين بحال البوز في هاد الايام هادي اللي كاين سيروز ماس والماستيك بزاف ناس كيدوي معايا في انستغرام كيقول لي اخويا ما عرفتش شنو ندير واش سيروز ماس ولا ماستيك علاش قررت اني ندير فيديو واحد اخر على هاد الفيديو هذا حيت ديجا كنت درت فيديو من قبل ولكن كانت عندي ديك الحشمه من لاكام كنت كنحشم منكم صودا ما كاين لا حشمه الاول يعني غادي نقدر نشرح لكم بواحد الطريقه اللي زوينه وغنحاول نبسط لكم الشرح سو غنديرو هاد النهار لا ديفيرونس بين الماستيك والسيريوز ماس شنو الفرق بيناتهم وشكون اللي احسن واش هذا ولا هذا كنبداو باول حاجه اللي هي لا سيريوز ماس شنو هي السيريوز ماس السيريوز ماس هي كيما قلنا واحد المكمل غذائي كيتميز بالاحتواء ديالو على كميه كبيره من الكربوهيدرات واحد الكميه متوسطه تاع البروتينات وواحد الكميه من الفيتامينات شحال هي هاد الكميه كيتميز بالاحتواء ديالو على 235 تاكد باش ما نكذبش عليكم كيتميز بالاحتواء ديالو على 256 غرام تاع الكربوهيدرات 50 غرام تاع البروتينات و25 غرام تاع لبن في الفيتامين وبالنسبه كيوفر لك 1250 كالوري هاد النسبه هادي تاع 256 غرام تاع الكربوهيدرات و اللي قلت لكم في البروتينات و ديال الفيتامين شحال من سكوب كيكونوا في جوج ديال السيرفي جوج ديال السكوبات بحيث يكون كيحتوي هاد المجموعه تاع السكوبات على 334 غرام هادشي كامل كاين في 334 غرام السيريوز ماس اللي واحد جوج سكوبات كبارين كيكونوا كيحتوي على هادشي كامل يعني اون فوا تقول تشرب البرودوي خاصكم تنتبهوا لواحد الحاجه كاينه في اللور بحال دابا هادي كانت عندي قديمه شحال هادي هما كنتوما اون فوا كتشريوه كتشوفوا غير هادشي هذا وكتشوفوا ما كتدوروش هادي وكتقراو شحال كاين هنايا بحال دابا هادشي كامل اللي شفتوه كاين في السيرفين ديال جوج سكوبات 334 غرام ولا خدمتي بهاد جوج سكوبات في النهار غادي يوفر لك 16 يوم من الخدمه ديالو يعني كيتميز بواحد النسبه كبيره تاع الكربوهيدرات اللي ما غتصلحلكش ما صلحلكش بزاف بلا ما تدخلوا في داك ان الكربوهيدرات جايه من السيرك ولا تاع من الجايه داك الكربوهيدرات هنا غنهضروا غير من الفوق غير من برا هاد 206 شحال قلنا 256 غرام تاع الكربوهيدرات هي شي حاجه فايته لحد نتاع داك السيد اللي غيبدا لونطريمون وغيبغي يستعمل هاد البرودوي هذا بحيث ان الا دخلت جات لك شي حاجه اكثر من داكشي اللي باغي يا اما غادي يلوحها في الطواليط يا اما غادي يخزنها لك على شكل فالت او دهون اللي واحد الحاجه غتندم عليها من بعد تقدر ما تعجبكش من النهار الاول وشي حاجه اللي ما مزيانهاش من بعد غتندم عليها وتقدر تستعملها بحيث انك غتاخذ سكوب واحد في النهار يعني اي حاجه هنا غتقسمها على جوج يعني داك 50 غرام تولي 25 غرام تاع البروتين وداك ال 25 غادي تولي 25 تقسمها على جوج اي حاجه تقسمها على جوج حيت غتخدم غير بسيرفين واحد غير بسكوب واحد منه يعني هذا كامل خلاصه كامله على حساب لا سيغوز ماس دابا غادي ندوزو للحاجه الثانيه اللي كنا كما قلنا اللي هي ماستيك اللي كتكون على هذا الشكل هذا هذا هو الشكل القديم دابا داروا ماستيك اكستريم 2000 المهم بحال نفس الحاجه مبدين غير في السكوب والعبار ديال السكوب كيف ما قلنا هذا الماستيك هذه كتحتوي على 80 غرام تاع البروتين 150 غرام ديال الكربوهيدرات 17 غرام تاع البي سي ا او 8 غرام تاع اللوسين و10 غرام ديال الكرياتين وكتوفر لك 1010 كالوريز البروتين حنا عارفين اش كيدير فيها 150 غرام ديال الكربوهيدرات شي حاجه معقوله اللي هذه ما غادي تقدر تلبي بها الحاجه ديالك بلا ما انك تشد الفال تشد الدهنيات 17 غرام ديال البي سي ا بس راه كنعرفوها كدير الاستشفاء العضلي اللوسين بالاحماض الامينيه 10 غرام ديال الكرياتين كتعطيك واحد الجهد وواحد الطاقه وواحد الضخامه عضليه في الميوسكل ديالك
حنا عرفنا شحال كتعطينا هذا الاخر، ولكن في شحال من السكوب؟ في 5 تاع لي سكوب، راه ماشي في سكوب واحد، 5 ديال السكوب، بحيث ان هاد 5 ديال السكوب كيحتويو على 230 غرام في العبار ديالهم، يعني ماشي 30 غرام كيحتويو على هادشي كامل، 80 غرام ديال البروتين، 150 غرام كربوهيدرات، 17 غرام بي سي ا، 8 غرام ديال الليوسين، و10 غرام ديال الكرياتين، بحيث كتوفر لك 1010 كالوريز. دابا انت غادي تقارن، غادي تقول هنا ها شحال كاين، وليه ها شحال كاين، انا شنو غادي ندي، شنو الحاجه اللي غادي نديها. هاد الماستيك كيتميز بالاحتواء ديالو على نسبه كبيره نتاع ديال البروتين، والبروتين كنعرفو راه هو الميوسكل، راه البروتين راه هو الميوسكل، ماشي الكربوهيدرات، البروتين هو الميوسكل، حيت اصلا داك الشعيرات العضليه كيحتوي على نسبه كبيره تاع البروتينات، بزاف، واحد النسبه اللي كبيره اللي تقدر توصل ل 98%. يعني انت دابا غيبقى لك الاختيار، انا عطيتك شنو كل حاجه كتكون، عطيتك الفرق بيناتهم، عارفين هذه شنو الميزات ديالها، هذه شنو الميزات ديالها، هذه شنو العيوب ديالها، وهذه شنو العيوب ديالها. يعني انت غيبقى لك انت ولا انت اللي باغي تدي هذا المكمل الغذائي، غيبقى لك كيفاش شنو غتختار، ولكن اهم حاجه اللي كتبقى اللي هي الطريقه ديال الاستعمال ديالو. الطريقه ديال الاستعمال ديالو غنديرها عاديه، اللي غنشرح لكم طريقه الاستعمال تاع اي برودوي، ماشي تاع ديال هذا ولا هذا، يعني اي برودوي تقدر تستعمله. انت غادي تجلس مع راساتك، غتشوف انت شحال الوزن ديالك. مثلا انا واحد السيد كان قاعد بادي في لونطريمون، كان وزن 60 كيلو، 60 كيلو، شحال خاصني انا ندخل من الماكله باش نقدر نلبي الحاجات الجسم ديالي؟ كي غندير نعرف شحال خاصني، واحد الطريقه سهله وبسيطه بلا داك التعقيدات، ضرب هادي زيد هادي، غتشد الوزن ديالك غتضربو في جوج. هادي ديما كنقول لكم في الفيديو باش انكم تعرفوا شحال كتدخلوا، راه الا ما عرفتيش انت شحال خاصك الجسم ديالك، راه ما يا اما غتبقى تعطي كثار من داكشي اللي باغي تقضي فلوسك في الخوال الخاوي، غتبقى تصاحب ولكن غتبقى تشد دهنيات وتقضيها غير في الطواليت، واحد النهار غادي ما يبقاش عندك بزاف الفلوس، ندم علاش ضيعتي لك تخربك كامل، ولا ما تبقاش تعطيه شحال خاصو، يعني ما غاديش يبقى يقدر يزيد ديما. يعني اما انت بحال مثلا انا باغي نطلع واحد الدار، واحد الدار غادي نشدها غنعطيها الماء بزاف، راه غتركش وغطيح في واحد المده قصيره، ما غنعطيهاش كاع واحد شويه ديال الماء، ما غتطلعش اصلا، ولا عطيتها داكشي اللي خاصها راه غتطلع مزيان، وغتغيزيستي بزاف ديال الحوايج اللي غادي انهم يبغيو يطيحوها. يعني بحال هكاك الجسم ديالك، يعني خاصك تعرف شحال خاصهم تاع الماكله باش انك تقدر توفرها له، وتقدر تخليه يزيد يعطيك من داكشي اللي غيعطيك. يعني تقدر انك تستغل داك الماكله في انك تبني العضل ديالك. يعني شنو هاد الطريقه؟ كما قلنا انت واحد السيد كتوزن 60 كيلوغرام، غتشد الوزن ديالك غتضربو في جوج، غيجيك 120 غرام، ما غنديروش كيلو، انت كتوزن 60 كيلو غتضربها في جوج غادي تجيك 120. يعني كنديروا 120 غرام تاع الكربوهيدرات و 120 غرام تاع البروتين، هذيك هي الحاجيات ديالك اليوميه، لانك غادي تقدر باش تزيد في الوزن. كتقول لي علاش خسرت شي ضربه في جوج ما ضربش في واحد ما ضربش في ثلاثه؟ الا حنايا بغينا نشدير واحد السيد وبغينا يبقى في داك، يبقى هكاك ما يزيدش، غير ياكل ذاته تاكل مزيان، القلب ياكل مزيان، الدري ياكل مزيان، العضلات تاعو ما كيتغداو، كلشي ياكل مزيان، يبقى دري هو هذاك ما يزيدش في الوزن ديالو وما يطيحش في الوزن ديالو. يعني غادي يضرب الوزن ديالو في واحد، كتوزن 60 غتدخل 60 غرام البروتين، 60 غرام الكربوهيدرات. باغي تزيد تعطي الجسم ديالك بحيث انك كترين وكتقطع داك الفيب اليمونتير، يعني خاصك باش ترممهم، يعني غتضرب فوادو، غتضرب داك الوزن ديالك في جوج كما قلنا، تجيك 100. كيف ما قلنا انت غادي تشوف انك واش وفرتي الحاجيات ديالك من الماكله، 120 غرام تقول انا هاد النهار وفرت غير 100 غرام نتاع ديال الموصل، وفرت 100 غرام د الكربوهيدرات و 80 غرام د البروتينات، تمشي ديك الساعه تلجا للمكمل الغذائي بحال نقولوا مازال انت كنتي واخد ماستيك، غتقول يعني شحال غادي نقدر نستعمل باش نوفر 120. غادي تحسب حسابك، غادي تجيك انك في كل سكوب من الماستيك غتجيك 31 غرام نتاع الكربوهيدرات و 16 غرام د البروتينات، غتاخذ السكوب الاول وصلت ل 120 غرام، مازال ما وصلتش غتاخذ السكوب الثاني، بحيث انك توصل الحاجيات ديالك. داك الساعه غادي تكون راك غادي هو هذاك، وكتستعمل المكمل الغذائي مزيان. اما الا استعملتي هادشي اللي كيقول لك هنايا نتاع البيبليسيتي، خاصك تستعمل 5 سكوبات في النهار، وهادي وهادي، دوك هما كيديروا هذاك هو الكوميرس، خاصهم يديروا هكا باش انه يبيعوا المنتوج ديالهم بواحد الطريقه اللي بالزربه، وتعاود انك تاخذ منتوج واحد اخر. سو هذا هو لا فيديو، جات صدق لكم تكونوا فهمتوا، حاولت نعطيكم الفرق ما بين جوج المكملات اللي بزاف ناس كيسولوا واش ناخذ هذا ولا هذا، دابا الاختيار كيبقى بين يديك نتايا. انا ما كنديرش بيبليسيتي تقول هذا كيقول لنا ديو هذا ولا هذا، انا غير كنقول لكم الفرق بيناتهم، وريتكم معاه كيفاش طريقه الاستعمال ديال اي برودوي كان، اي مكمل كيفاش دير تستعمله، وحتى تحسب الحاجيات ديالك، عاد تشوف واش غادي يكمل لك الحاجيات ديالك. ما عمرك تشوف لا بيبليسيتي شنو قالوا لك، يعني استعمل 5 سكوبات في النهار، استعمل 20 سكوب في النهار، لا هذه ما كاينش، كتشوف انت شحال غتبغي تستعمل منهم. الا استعملتي 5 سكوبات وكلشي ما كانتش مزيان، غادي تزيد في الفوار ديالك وفي الدنيا ديالك، راه واخا تاك البروتين بزاف راه جسمك يا اما كيلوح في الطواليت، وواحد النسبه كيخزنها على شكل شحمه. صافي جيت صبيح خوتي، فهمتوا هاد لا فيديو، هبطوا لتحت وشجعوني بشي لايك وشي سبسكرايب، ولا بغيتو نهضر على شي فيديو واحد اخر خليوا لي سيرفيو سيغ كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر.